بننعي أنفسنا وبننعي كل أسرة النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي في وفاة الكابتن صفوت عبد الحليم. كابتن صفوت عبد الحليم اسم كبير في عالم الكرة المصرية وخاصة كمان في النادي الأهلي. أنا زي ما قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت، كابتن صفوت عبد الحليم ليه فضل عليا أنا شخصيا كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى. أول لحظة انضميت فيها للنادي الأهلي اللي اختارني عشان أكون موجود داخل النادي كان الكابتن علاء ميهوب والكابتن صفوت عبد الحليم، فهو ليه فضل كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. اشتغلت معاه برضو فترة في داخل القطاع، كان هو تولى المدير الفني لقطاع الناشئين وتعلمت منه حاجات كتيرة. فعلا احنا فقدنا رمز كبير ورمز كبير في الكرة المصرية. يا رب يرحم الكابتن صفوت ويجعل مسواه الجنة. صفوت